انا لما جيت اول حاجه عملتها مدام شيرين عادل، مخرجة جميلة شيرين قوي عادل. قوي قوي وست جميله حقيقي يعني، فحفظت قوي عشان انا يا ترى هطلع هقول ولا انا صديت عايزه حد يلمعني تاني. فاول ما الكاميرا نورت وابتديت اتكلم فلقيت نفسي ان انا ايه، ميمي جمال طلعت، ما انا كويسه اهو، في ايه؟ فقلت لا انا لازم اعمل دور بقى حلو. فجاني دور ما بصيتش بقى للماديات خالص، شخصيه بالنسبه لي جديده لانج ما عملتهاش قبل كده خالص، اللي هو اخر دور. ده تاليف وسام صبري واخراج الاستاذ حسين المنباوي. عامله شخصيه يا شافكي، اليومين دول الناس كلها بتتكلم على ده. ايه بقى؟ ايه بقى؟ قولي. يعني واحده ست عندها بنتين، بنت من جوزها الاولاني والبنت الثانيه من الراجل اللي اتجوزته جديد، خلاص؟ الراجل اللي اتجوزته جديد ده توفى فساب لها ميراث، خلاص؟ دي مشاكل العائلات كلها. البنت بقى بنتها عايزه تقول لها انت اوعي الميراث اللي كتبه لك ابويا تديه لبنتك الثانيه، ده فلوسي انا. والاثنين اختين، الثانيه اخت بس مش من نفس الاب، من ابتين. اوعي. فانا متهدده ان انا ادي لبنتي حاجه، خايفه بنتي مريضه مش قادره اروح اشوفها، مش قادره اروح ادفع لها ثمن مستشفى من البنت الثانيه دي. لغايه ما بنتي بره بعيد يا رب الثانيه توفت. طب دلوقتي خلاص بقى انت بتشتكي من ايه؟ ما الثانيه اللي كنت بتتكلمي عليها توفت اهي، اللي موجود ده حقي انا بقى، ده ميراثي انا. فلوس ابويا، انت عايزه ايه من الميراث؟ عايزه منه ايه؟ انا هاخد لك شقه كويسه اقعدي فيها تاكلي وتشربي، هجيب لك واحده ست تقعد تخدمك، والفلوس دي عايزاها في ايه؟ لا بقى، ده كان على فكره هي شريفه ماهر، شوفي بقى. رشوان توفيق، شوفي انا بتكلم في الحدوته دي، اما تشوفي بنتي بتعاملني ازاي، حطاني في قلب الشقه وقافله عليا عشان ما اخرجش من البلكونه اشوف حد اشتكي له. احساس قاتل. انا عايزه اعرف يعني الولاد دول، ما الست دي كبيره هتقضي كام سنه كمان؟ ما تسيبوها لما من الفلوس بتاعتها، اللي هي فكره ما الست دي كبيره سيبوها والاب ده كبير سيبوه وخدوا بركتهم. ايوه، مش بس بركتهم، هم هيتوفوا وهتاخدوا الفلوس هتاخدوها. طب ليه بتسبقوا الاحداث؟ ما تسيبوهم يعيشوا في خيرهم. كنت حاسه انك بتمثلي ولا قلبك موجوع من اللي بقى يحصل؟ لا انا الحمد لله رب العالمين ما عنديش المشكله دي خالص، الحمد لله. انت عندك بنات زي انا الفل. عندي بناتي، ربنا يديهم الصحه والعافيه، احلى تربيه.